التالي مشاهدينا بيجمعنا عبر زوم مع دكتورة سوزان منعم الحاصلة على دكتوراه بالعلوم الاجتماعية، واليوم العنوان الهجرة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور منعم. صباح الخير. صباح الخير. شكل الديموغرافي للبنان للأسف من سنين لليوم عم بيتغير، ولكن السنوات القليلة السابقة كمان لعبت دور كتير كبير ليتغير هذا الشكل بعد أكثر وأكثر. صحيح صحيح، ديموغرافيا بلبنان في كتير تغيرات، وخصوصا بالسنين الأخيرة في أسباب عديدة عم بتكون للهجرة، منها اقتصادية، منها اجتماعية، منها سياسية. في وجهات جديدة للهجرة عم بتصير، في محطات كتير كبيرة عم بتصير، شباب، أفراد، عائلات، كلها هي عم تترك لبنان لتروح تحسن أوضاعها بالخارج. دكتور منعم، شو التأثير على المدى القصير لهذا الموضوع، وشو التأثيرات الون تيرم أو على المدى الأطول رح يكون على لبنان؟ يعني أكيد منشوف الإيجابية بالموضوع أنه اللبنانية برا عم بيرفعوا اسم لبنان، عم بيبدعوا بكتير من المجالات، ولكن في علامة استفهام. للأسف أنه نحن الكادر البشري عم نخسره بلبنان، وفينا نستفيد من كل شخص هو برا من بحسب خبراته. مثل ما قلت وتفضلت أنه في كتير أشخاص بيبرعوا يومياً، بنسمع عن براعة اختراع برا أو شخص برع بمجاله، وللأسف نحن بلبنان عم نخسرهم. نحن بحاجة أكيد لهم. التحولات كتير كبيرة عم بتكون على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي والديموغرافي. في طريقة معينة لحتى هالتأثير ما يكون هالقد سلبي علينا نحن هون كلبنانيين على الوطن بشكل عام؟ في حلول؟ هلا اكيد في تاثير كثير كبير، لان نحن عم نخسر البرين درين، الادمغه تبعولنا عم نخسرها. نحن لازم يصير في سياسات من الدوله لنقدر نرجع نستقطب هالادمغه، لنقدر نرجع كمان نعمل استثمار بلبنان، ليصير في عنا عوده على لبنان. يعني نحن كيف بدنا نستقطب الاشخاص يلي هن تركوا، وخصوصا بقلب الازمات يلي صارت من 2019 لحديت اليوم. فمفروض ينحط خطط ويكون في استراتيجية واضحة، وينوضع كمان سياسات من قبل الدولة لنقدر نحن نرجع نستقطب هالأفراد، وأكيد نستفيد من خبراتهم كمان. في يعني ببلد غايب عنه كثير من الأمور البديهية اللي المفروض نكون حاصلين عليها، في إحصاءات، في أرقام، في مراكز بتهتم بهذا الأمر يكون عندنا أرقام دقيقة بهالخصوص؟ اوكي، نحن بلبنان دائما نفتقد للاحصاءات والارقام، يعني بيكون في عندنا استيميشن، تقديرات هي بتكون تنعمل دراسات على سامبل صغير. يعني هلا اذا انا بدي اعطيك مثل الدياسبورا، نحن قد ايه عددهم يلي هن برا؟ في ارقام بتقول لك 14 مليون، في ارقام بتقول لك 20 مليون. اذا نحن بدنا نعمل كالكوليشن بسيطه من 2019 للافراد يلي طلعوا من لبنان، العدد اكيد اقل من هيك بكثير. فدائما في تقديرات، يعني في ارقام بتقول لك انه تقريبا في 5 مليون لبناني هن برا، في ارقام بتقول لك فوق ال 20. نحن اجمالا بنعتمد على الدراسات يلي بتنعمل، على الاطاريح يلي بتنعمل، الميموارات يلي بتنعمل، مراكز الابحاث. في كذا مركز ابحاث بلبنان، وهن كمان بيعنوا بشؤون الهجره وبيدرسوا كمان هيدا الشيء، بس دائما بنقول في تقديرات، بس اكيد الارقام هي عم ترتفع يوم بعد يوم بسبب الاوضاع يلي عم نعيشها بلبنان. مين الجهات المختصة اللي مفروض اليوم تكون عم تدرس خطة عمل وتتنفذ هيدي الخطة للحد من هيدي الهجرة دكتور منعم؟ مش بس الحد منها، وجود حلول للأشخاص اللي عم يتوجهوا للهجرة لأمور بديهية بسيطة منها موجودة عندهم بلبنان، وهل عم تعمل شغلة؟ هل في خطط قريبة تنقر وتتنفذ؟ اوكي، الجهات المعنيه فينا نقول مش جهه واحده هي معنيه لهذا الموضوع، في جهات كثير كثيره بلبنان. يعني عندك
اغلبيه الوزارات، اذا انا بدي احكي سوق عمل بدي احكي، يعني بدي اروح كمان احكي عن التعليم، لانه نقدر نعمل هالماتشنج ويكون فيها اللينكج بتوين هالوزارات يلي هي معنيه. اكيد وزاره الخارجيه تقدر كمان هي تعمل احصاءات مع السفارات والقنصليات او البعثات الدبلوماسيه الموجوده كمان بالخارج. فلازم يكون في تضافر جهود بين كل الاطراف المعنيه، حتى الجمعيات يلي كمان هي بتعنى بالهجره والموجوده بالاراضي كمان، يعني كمان برات لبنان. حتى كمان في عندك عده جمعيات اللي هي بتاعنا، ليقدروا كمان يجمعوا العدد الكبير، حتى الكنائس والمساجد كمان، لانه ما تنسي كمان اغلبيه اللبنانيه كمان بيشاركوا برا بكل الاكتيفيتي اللي بتصير لكل يعني كوميونتي اللي موجوده برا. ففينا نحن نعمل هيدا الشيء، ننطلق من نقطه نقدر نجمع هيدا الشيء لنقدر كمان نعمل كمان استيميشن، لانه مثل ما بنعرف اكيد ما رح نقدر نحصل على الارقام الدقيقه. وفي كمان عندك اللبنانيه اللي كمان مسجلين بلبنان كمان يلي هن اخذوا الجنسيه اللبنانيه كمان هن الموجودين برا، كمان فينا نقدر يعني نجمع هالقصص كلها لنقدر نشوف وين هن موجودين، الوجهات الجديده، الاختصاصات يلي نحن كمان المتعدده اللي هن موجودين فيها، نقدر كمان نحن نستفيد كمان من خبراتهم واختصاصاتهم. كلمه اخيره بتوجهيها دكتور سوزان منعم لكل يلي عم بتابعونا. والكلمة الأخيرة يلي بقولها أنه دايما المنتشرين برا والمغتربين لبنان دايما بحاجة لهم، لأنه هن الأكسجين للبنان، يعني هن مثل نفط لبنان إذا بدك، لأنه بيساعدوا كمان عيالهم وبيساعدوا الأفراد يلي قريبين لهم. وما ننسى أنه نحن كمان بلبنان دايما بحاجة لهم كمان ليرجعوا على لبنان ويرجعوا دورهم كمان بلبنان، من ناحية الاستثمار، من ناحية خلق فرص عمل لأفراد وأشخاص كمان موجودين بلبنان. فلبنان بحاجة دايما كمان لأبناء. أنا بدي أتشكر حضورك معنا عبر زوم دكتور سوزان منعم، وعلى أمل لقاءات أخرى كمان منحكي ونضوي فيها على مواضيع بتهم كل اللي عم بتابعونا. بعد الفاصل مشاهدينا بتطل زميلتي بلانش عليكم، خليكم معنا.